إن الأمان والانتصارات كبيرة والتحديات كثيرة ومعقدة وما يبعث على الأسف وأن البعض لا يتعامل معها بجدية. والحقيقة أن دولة المشتاق هو الجنون وضعف المياه التي تعاني منها شعوبنا الخمسة. شبيل عزيز، إن الصحراء المغربية تشكل بوابة المغرب نحو إفريقيا جنوب الصحراء، وجعلنا قرصنا منذ كلا العشر في صلب سياستنا الخارجية، فقمنا بالعديد من الزيارات لمختلف دولها، وتم التوقيع على حوالي 1000 اتفاقية تشمل كل مجالات التعاون. وقد كان لذلك أثر ملموس على مستوى مكانة المغرب الاقتصادية والسياسية والثقافية والدينية داخل الخارج.